السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة فتوش للطبخ. اليوم ويانا وصفة جديدة اللي هي شاورما دجاج، طريقة كلش طيبة. اخذت الطريقة من 15 ثانية وقلت اجربها واشوف بالله شلون تطلع، وهماتين اعطيكم رأيي بصراحة نهاية الفيديو. راح نسوي الثومية والشاورما بنفس الوقت. اول شي نبلش بالثومية، طبعا الثومية اخذتها من هماتين 15 ثانية، الطريقة مالتها جدا سهلة ومضبوطة وتنجح من اول مرة. هسه عندي هنايا كوبين من المي وعندي 3 خواشق كبار من النشا، راح اضيف المي. طبعا المي ما لازم يكون بارد او بدرجة حرارة الغرفة حتى النشا يموع كلي تبي ما يصير حار. راح اخلط النشا ويا المي ورا ما راح اوديه وين؟ راح اوديه على النار، على نار عالية. اظل اخلط بيه نهائيا، ما اتركه لحد ما يثخن. هسه من ثخن راح اصبه بماعون واتركه يبرد تماما. طفيت النار وهسه حطيته بماعون واتركه يبرد، وبعدين راح اشوف الخطوة اللي وراها شو هسوي. راح عندي هنا محضرة الطعام، راح اضيف اول شي النشا والمي اللي خلطتهم وبردوا، وهسه راح اضيف عليها ثوم. الثوم براحتكم، تقدرون من 5 إلى 10 فصوص ثوم براحتكم، شلون ما تحبوها يعني الطعم مالتها ضيفوه. عندي هنا خاشوقتين كبار من المايونيز، وعندي خاشوقة صغيرة من الملح، وعندي عصير نص ليمونة راح اضيفه عليها. هسه راح اسدها وابدي اخلط، واني دا اخلط اضيف الزيت شوية شوية، ما اضيفه مرة واحدة نهائيا لانه راح يخرب عندي كليته. مثل ما اني هسه دا اصب شوية شوية، انتم هماتين تضيفون بعد ما تنخلط ويصير قوامته شوية تقريبا سائل. بعده شنو؟ نحطه بماعون او كاسة اي شيء او علبة ونحطه بالثلاجة تقريبا ساعة الى ساعتين. هسه نجي هنا على الشاورما، عندي خاشقتين كبار من اللبن وبرش نص ليمونة وبرش نص برتقالة، راح اضيف عليها خاشوقة كبيرة من معجون الفلفل، وراح اضيف عليها هماتين خاشوقتين كبار من الكاتشب. وهسه راح اضيف هنا 3 خواشيق كبار من زيت الزيتون اللي هو يعادل ربع كوب، وراح اضيف عليها نص خاشوقة كبيرة من بهارات شاورما، بصل بودرة، ثوم بودرة، زنجبيل بودرة، وملح، ورشة فلفل أسود. عندي عصير نص ليمونة وعندي عصير نص برتقالة هماتين. عندي هنا أنا استخدمت أفخاذ دجاج مسحبة، تقدرون تستخدمون هماتين صدور دجاج اللي متوفر عندكم، لا تتقيدون نهائياً. راح احط التتبيلة عليها واخلطها كلش زين بحيث كلها تصير عليها تتبيلة، وراح اتركها من ساعتين الى يوم كامل الوقت اللي متوفر عندكم. طبعا حبيت هاي الوصفة لانه تدخل الفرن، يعني الدجاج كله تحطوه مرة واحدة وتدخلوه فرن، لا قلوه ولا سووه ولا ابد. فهسه صفطنا الدجاج مالتنا كلها بصينية الفرن، راح ادخله الفرن على درجة الحرارة 200 من 20 الى 25 دقيقة ويكون جاهز. طبعا هسه جهز عندي الدجاج، طلعته من الفرن، طبعا ريحة البهارات والتتبيلة مالته ملت البيت، يعني الريحة مالته كلش طيبة، اتمنى انه صدق تجربوه. هسه هنا راح ابدي اقطعها كليته بشكل طولي، طبعا بعده حار فما دا اقدر الزمه بيديه، فاستخدمت السكينة وهاي الكماشة حتى شنو الزمه واقطعها كليته بشكل طولي. هنا عندي خبز التورتيلا وحطيت عليه الثومية اللي جهزناها بالبداية تذكروها، واحط عليها الشاورما. أنا ما راح أضيف أكثر، بس هذني المكونين، تقدرون أنتم تضيفون أشياء أخرى إذا يعجبكم، بس أنا بالنسبة لي هيجي كل زين. جهزت أول ساندويتشة، وهسه راح نبدي نجهز الساندويتشة الثانية.
الساندويتش الثانية ما راح أضيف بيها الثومية، لأنه شنو أريد أشوفكم أنه تقدرون أنه ما تضيفون ثومية عادي وهما تطلع طيبة، لأن هي أصلا التتبيلة مات الشاورما كلش كلش طيبة. علقت هاي الشواية الداخلية وحميتها كلش زين، وبعدين هسه رشيتها بخاخ مات الزيت، وراح أضيف الساندويتشات ماتي حتى يتحمصون كل زين ويصيرون هيك مقرمشات من برا جهزوا. طبعا قطعتها مثل المحلات، طبعا الطعم مالتها ما اوصف لكم كلش طيبه. انا قلت لكم انه راح اقول لكم رايي بصراحه بنهايه الفيديو، رايي انه هاي اطيب شاورما دجاج اني اكلتها، كلش طيبه، لان انا من النوع اللي ما احب الشاورما الدجاج اللي هي بالمطاعم نهائيا، ما يضبطوها لو اطيب مطعم ما يضبطها نهائيا، بس هاي شاورما كلش طيبة وطريقتها جدا جدا صحية، لأنه زيوت ما هواي ضفنا، وبنفس الوقت التتبيلة مالتها والبهارات اللي ضفنا لها انطتها طعم خرافي كلش طيب. يعني أنصحكم أنه تجربوها، وصفة فعلا تستحق أنه تجرب. أتمنى استمتعتوا بالفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة، وأهلا وسهلا كل اللي ضافوني بالجديد، وإن شاء الله أسوي فيديوهات تعجبكم. مع السلامة، أشوفكم فيديو جاي.